السلام عليكم. في مجتمعنا القبلي في الكويت لا يزال هناك تحفظ ورفض لمبدأ الرؤية الشرعية بين الخاطب والمخطوبة، وهذا إشكال حقيقي ورفض لما أحل الله جل وعلا وأباح. كنت في أحد المشاريع اللي شاركت فيها مع وزارة العدل مشروع مودة، تعرض علينا بعض حالات الطلاق فنقرأ بعض الأسباب متعلقة بعدم قناعة أحد الطرفين بشكل الآخر أو بجسم الآخر، ولا بد يكون هناك مصارحة في كتابة الأسباب. هذا كله يدفع بماذا؟ بالرؤية الشرعية. في حديث المغيرة بن شعبة، خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يحصل بينكم ألفة وتوافق. فهذا فللرؤية الشرعية مقصد شرعي عظيم، وهي حصول الألفة والتوافق. من المقاصد اللي ذكرها أنه رحمه تعالى في مقصد الرؤية الشرعية، قال لئلا يكون الندم، عشان ما يصير ندم بين أحد الطرفين بشكل الآخر، ما يندم أنه قبل فيه وأقدم على خطوة الزواج. فالرؤية الشرعية طريق لمقاصد الزواج، الديمومة والألفة والمحبة. فلذلك لا ينبغي لنا كقبائل محافظة وغيرها من الناس التحفظ على مسألة الرؤية الشرعية، فهذا أمر مندوب حسن أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس ربه جل وعلا. ونسأل الله أن يقسم لنا ولكم الخير، إنه السميع العليم.